مشاهدينا الكرام سوف ننقل لكم البث المباشر لمباراة الاهلي ضد الاسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكن قبل مشاهدة المباراة لا تنسوا دعمنا بالقناة بقناة فهذا يسعدنا كثيرا وشكرا لكم ملعب الذي سوف يستقبل المباراة ملعب برج العرب ستيديوم توقيت المباراة سوف يكون في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت قطر والسعودية والإمارات والساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب أما القنوات الناقلة المباراة قناة تايم سبورت وحيد الناقلة حصيد المباراة تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا دعمنا بك وشراء بقناة وتفعيل خاص لكم لكي توصل دائما بمواعيد وشفاة المباريات القوية والمقبلة وأضربكم موعد في موعد قادم